عبدالغني فراج السويسي، العمر 28 سنة، طالب ماجستير في الفصل الدراسي الثاني. بالنسبة للبيئة التعليمية تعتبر جيدة جدا، من ناحية القاعات، من حيث التنظيم الإداري، أيضا من حيث مواكبة التكنولوجيا واستخدام السبورات الحديثة، وكذلك من حيث نوعية العرض والإلقاء والاعتماد على التطور التكنولوجي في هذه المرحلة، يعني مواكبة لها وتطورا لها. يعني بالنسبة للمقررات الدراسية فتحت لنا أوجه علمية جديدة من حيث خوض الفئة التفاعلية مع هذه المقررات، من حيث عرض المادة الدراسية وأيضا تناول المادة بجميع يعني حذافيرها، والآلية التفاعلية التي تحدث بين الطلاب مع المادة ومع المعلمين في هذه المواد، اللي هي المواد طبعا نظريات الاتصال والإعلان ومادة الإعلام المتخصص. هذه المواد فتحت لنا مجالات كبيرة يعني من حيث التداول والتفاعل معها فيما بيننا ومع المعلمين لهذه المواد. هذه المقررات كما أشرت أنها فتحت لنا باب جديد من حيث التعرف على المعارف والمدارك الجديدة، وأيضا تناول الجانب الإعلامي بكل حذافيره، من الإعلام الدولي إلى نظرياته، إلى كذلك الإعلان وآليات العمل عليه، كذلك من حيث الإعلام المتخصص وتقسيمات الإعلام. وبالتالي زادت لدينا المدارك حول الآلية الإعلامية وما يحدث في جانب الإعلام، وكذلك آلية التفاعلية التي تتيح لنا النظر بكل إيجابية وبكل بأشياء ملمة تماما عن الإعلام، وهذا التخصص مهم جدا في حياتنا يعني.